لاباس، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم البنات جبت لكم توب اللي دخل السوق جديد اللي هو دغادو سوال البنات. فيه تبارك الله 80 لون، فتبعوا معايا البنات الفيديو. معايا جديد كيف قلت لكم قبيله، توب باقي جديد في السوق اللي هو دغادو سوال البنات. ها نتوما هذا دغادو سوال دوفاس، كي كتشوفوا اللمعه كاينه في الوجه وكاينه حتى في القفا. ها نتوما البنات هذا الطبع ديالو دغادو سوال، 5 نجمات البنات، والثمن ثمن البنات غزال 250 درهم الكوبون. تقدري البنات ديري به التكشيطه كيف ما يصلح حتى جديده. بالنسبه للعبار اللي فيه، فيه 3 متر البنات، التكشيطه يعني يصلح فيها جميع الخدمات البنات، طرز نبات، سلان، راندا، معلم، بتخدمي بالماكينه، بتخدمي باليد، يعني اي خدمه تقدري بغيتي ديريها فيه راه تصلح فيه وكيهز الخدمه. يعني من نوع ديال الثوبات اللي يهز الخدمه، وكيف قلت لكم يعني ثوب اللي عاطي القيمه، فهمتي البنات، وعاطي ها نتوما عاطي العين. نقدروا نديروا به مثلا كيف قلت لكم تكشيطه دو بياس، يعني سواء اللون في اللون، اولا نقدروا نديروا بحال مثلا هكا المغياج ديال جوج الالوان اللي هو راه طوندونس هذا العام، يعني كل واحد في لون. واللوان البنات راه فيه 80 لون، يعني تبارك الله لو شوا ديال اللوان. ها نتوما كي كتشوفوا 80 لون البنات، يعني كل لون بالدرجات ديالو، واي لون اللي يطيح لك على البال فراه موجود البنات. يعني توب كيف قلت لكم اللي حاضر دابا في السوق بقوه جديد، فيه حتى الوانات فلاش يا البنات. يعني اللي بغى تغير، اللي عيات من الثلجه وعيات من جوهره وبغى تغير، فهمتوما البنات، يعني راه كاين باش تغير. وفي نفس الوقت التوب اللي عنده القيمه، فالبنات الثمن ديالو يعني هذني فيه ثمن مناسب 250 درهم. فهاد غادو سوا الناس اللي خداوها وعرفوها البنات راه كانت دايره 1200 درهم. ها نتوما البنات راه دابا درنا لها 250 درهم، يعني ثمن مناسب ومشجع بزاف. والوانات كي وريتكم يعني لون يستيكم في لون، فاللي خصاتو شي حاجه البنات مرحبا بكم وخليتكم على خير.